شاهدين، ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة في إقليم كردستان العراق إلى 6، إضافة إلى عشرات الجرحى خلال الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، ما دفع بسلطات الإقليم إلى إعلان حظر التجول في 4 مدن. وكانت قوات الأمن قد أطلقت الرصاص على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شاب بالإضافة إلى مقتل محتجين آخرين في بلدات عدة من محافظة السليمانية، وذلك حسب ما أفادت به مصادر طبية محلية. مشاهدينا، للمزيد أرحب ضيفي عبر الهاتف السيد جبار حاتم، الناشط في الحراك المدني. أرحب بك سيد جبار، ما هي أسباب هذه الاحتجاجات ولماذا تتعامل سلطات إقليم كردستان معها بهذه الحدة وبهذه الخشونة؟ حقيقة هي نفس الأسباب اللي أدت إلى خروج المتظاهرين في المحافظات الجنوبية من العراق، هي نتيجة المعادلة الطائفية اللي مزق النسيج الشعب العراقي والتدخل الإقليمي وتدخل الدول الجوار في القرار العراقي وضياع سيادة وبلد العراق وزيادة الفساد الإداري والمالي. بعدين حقيقة شمال نفس الأسباب طلعوا الأخوة بالشعب الكردي في سليمانية وفي كردستان في أربيل، وهذولا كلهم كانوا من أعضاء أكثر من قود حركة التغيير اللي كان يقود أمير شرور مصطفى الله يرحمه، والجيل الجديد اللي يقود شاسوار، وهذولا ناس جيل جديد شباب يعانون من البطالة ويعانون من الفقر ورواتب ماكو بالإقليم الآن وحياة اقتصادية متدنية وتسلط العوائل الكبيرة على سبارزاني على طالباني على الحكم، بحيث لم تترك مجال للعدالة الاجتماعية أن تأخذ مجراها، ولذلك انفجر الشعب الكردي في الشمال متضامن مع الشعب العربي في جنوب العراق من أجل تغيير. الكل يطالب بتغيير هذه الطومة الفاسدة. ولكن كان هناك اعتقاد أو يعني فكرة بأنه ربما إقليم كردستان في هذه الحالات يكون أكثر ديمقراطية وأكثر لطفا في التعاطي مع المحتجين إذا في حال قيام احتجاجات. لماذا ظهر هذا القمع بهذه الشدة من سلطات الإقليم؟ نعم، هذا مثل ما تفضلت كان الاعتقاد موجود بان قد تتصرف المتسلطين على اقليم كردستان بسلوك ديمقراطي على اقل تقدير حتى يحترموا انفسهم كاقليم مستقل على الاقل او شبه مستقل، لكن الحقيقه التسلط الموجود بالاقليم هو نفس التسلط الموجود في بالعراق الان حاليا، ولذلك بدا القمع وبدا استعمال اساليب غير ديمقراطيه وأدى إلى قتل مجموعة من المتظاهرين واعتقال واستعمال القوى المفرطة مع المتظاهرين. طيب، سلطات الإقليم توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة المركزية في بغداد وإلى البرلمان العراقي اللذان يعني لم يقدما على أي اتفاق مع حكومة الإقليم، وبالتالي يمنعان الأموال عن حكومة الإقليم التي هي عاجزة بدورها عن تقديم الرواتب وتقديم الخدمات للمواطنين. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح ومنطقي؟ هذا غير صحيح، لأن هناك يعني اتفاق بين الحكومة المركزية والحكومة الإقليم، بعد حكومة الإقليم يجب أن تعطي ما تبيعه من النفط الخام الى الحكومه المركزيه، حتى ممكن تعطي هم الاخوه الاكراد بالاقليم تبقى مع تركيا ورهنوا النفط الكردي والنفط الاقليم الى تركيا الى 50 سنة قادمه، ولذلك واستلموا فلوسه، ولذلك لا يستطيعون من تقديم اي شيء الان لان موجود فساد الاداره المالي. هذا هو صحيح. طيب، إذا ما المخرج؟ يعني الإقليم اليوم هناك حراك قوي وهناك ضحايا سواء قتلى أو جرحى، ويبدو أنه الأمور ستتفاقم على هذه الشاكلة إذا لم تحل المشكلة. هل تعتقد بأنه
والرئيس العراقي برهم صالح طالب سلطات الإقليم بالاستماع لمطالب المحتجين، هل تعتقد بأن المسار في إقليم كردستان سيكون مختلفا عن المسار في الأقاليم الوسطى والجنوبية، أم هي ذات العقلية برأيك؟ نعم، ذات العقلية المتسلطة الدكتاتورية الموجودة في الإقليم والموجودة في الجنوب حقيقة، ونفس العقلية المتسلطة هي اللي قاعد تستعمل القوى المفرطة بحق رئيس الجمهورية يطالب سلطات الإقليم بعدم استعمال القوى المفرطة من المتظاهرين، ويجب أن يقدم احترام الكامل للمتظاهرين ويسمحوا للمتظاهر أن يعبر عن رأيه، لكن هذا بعيد المنال بالوقت الحاضر. وأتصور أنا أقول هذه التفاعلات وهذا لازم تتمخض عن شيء، المظاهرات في الجنوب، المظاهرات حتى بالجنوب تعاطفت محافظة الديوانية ومحافظة السماوة والنجف تعاطفوا مع أهل النافرية. أنا أتصور أن التغيير يجب أن يكون قادم في العراق، يجب أن يكون قادم في العراق، لأن ليس هناك حلا سحريا غير التغيير، وإن شاء الله إحنا نتطلع إلى تغيير ديمقراطي في العراق. شكرا لك جبار حاتم الناشط في الحراك المدني. أهلا وسهلا بك أخي العزيز، بارك الله فيكم، حياك الله، أهلا بك.